السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موضوع النطاق. يعني ايه النطاق؟ يعني الرينج، او يعني عايز ابدا اعدد من رقم لرقم اخر، وممكن امشي خطوه خطوتين او ثلاثه. يعني خلينا نشوف الموضوع ده. اقول له مثلا رينج، انا الارقام اللي عندي من 1 ل 30، وتمشي كام خطوه؟ خطوه واحده. يعني انا عندي اول واحد ده الفيرست نمبر، ده اللاست نمبر، ده الخطوات الستيبس. طيب هقول له مثلا حط لي الحاجات دي في الاكس، واقول له اعملهم في ليست، ولازم عدد الاقواس اليمين تبقى عدد نفس عدد الاقواس الشمال، واقول له هنا برنت اطبع لي الاكس، ونشوف القيمه اللي هتطلع هتبقى عامله ازاي. تمام، طبعا من 1 لحد 29. ليه؟ لان هو بيبدا العد من زيرو. تمام، بيبدا اول رقم زيرو، الواحد ده زيرو، ده واحد اتنين تلاته وهكذا. طيب ممكن اقول له ايه؟ اعتبرهم خطوتين، اي اعمل رقم وسيب رقم، اعمل رقم وسيب رقم. تمام، طيب ممكن اقول له ايه؟ تقدر تخليها مثلا 3 ارقام وهكذا. طيب ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له ايه مثلا؟ 4 ان اكس، ده معناها ايه؟ هل الاربعه دي موجوده في الاكس ولا لا؟ اقول له برنت اطبع لي الحاجه دي، هو هيبدا يروح للاكس يشوف الحاجات اللي طبعت دي هل فيها رقم 4 ولا لا، هيقول لي ترو، هو فعلا عمل ولا ان هما ترو. طيب خلينا نساله على رقم 3، يروح يخبط على رقم 3، هل عندك الرقم ده ولا لا؟ فولس، يعني الرقم ده مش موجود عندي. طيب بيحصل ايه لو انا قلت له الرينج بتاعي 30 بس، يعني شلت القيم كلها وخليت 30 بس، هيعتبر ايه بقى؟ هيبدا يعد من اول الواحد لحد ال 30. تمام، هو هيبتدي من الصفر لحد ال 30، وهيمشي خطوه خطوه، لان انا ما اديتلوش ستيبس، فلذلك هيبدا يعد ايه كل الارقام. وبرنت اكس اكيد هتطلع بترو، لان هي موجوده في قلب السلسله كلها، ما بقتش اخد رقم وانط رقم وهكذا.